حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان للسعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانية. عائلة AMB عم تكبر، يعني كنا بمازدا وصلنا بعدين بأوبل وهلأ مع فورد، يعني ياباني تعاون ياباني ألماني وأمريكي. وأكيد طوني عبدو معنا مرة جديدة لنضوي على طرازات فورد، انضمت لعائلة AMB بقوة وصارت موجودة اليوم بالسوق اللبناني، وقريبا جدا شوروم خاصة بفورد مع سيرفيس سنتر وكل شيء. يعني حدا بيعتلم أبدا، كل شيء له علاقة بفورد، نفس معاملة مازدا وأوبل موجودة بفورد. مزبوط. شو القاسم المشترك بين هالثلاث براندات جورج؟ عم تكون هي الكواليتي، اللي نحن بAMB مصرين انه دائما نكون عم نشتغل ببراندات اللي هي كواليتي، بنفس الوقت السيرفيس اللي هو عم بيكون الباك اب لهالبراندز هولي هو كتير مهم لنا. نحن عنا 12000 متر مربع سيرفيس سنتر هو ديديكيتد لحتى يكون لخدمه زبوناتنا، ولان نحن دائما بنقول 5 ستار سيرفيسز ودائما مصرين انه نقدم هالخدمه لزبوناتنا، وهذا اللي عم بيكون بالسوق. نحن بنشكر كل عم بيتعاونوا معنا وكل عم يشتروا البراندات تبعنا وعم بيامنوا وعم بيكون عندهم هالثقه فينا، لانه نحن مجرد ما طلعنا وعملنا هالبرومو عم يصير في عنا اقبال كتير قوي مع فورد بالتحديد. نحن شفنا ارقام لفورد هلا مؤخرا معنا كتير مهمة، وقدرنا مشينا دغري وقلعنا بالسوق، وهيدا بفضل ثقة العالم بـ AMB. عم نحكي فورد، عم نحكي لاين اب رائع من السيارات، خاصة السيارات السوبر رياضية، بس نحكي فورد ماستنج خاصة سبيشال اديشن اللي رح توصل قريب على لبنان شيلبي. رح نكون معنا بأوتوفوكس وقتنا بالايام المقبلة. اليوم معنا فورد اسكيب. اسم اسكيب يعني صراحة بخليك تروح لأماكن انه انت عم تهرب من المدينة، عم تطلع تعمل هيك مشوار صوب الجبل. وبس نحكي اسكيب يعني اكيد السيارة بتكون جاهزة لأصعب الطرقات ولكل التحديات. انا بالنسبة لي اسكيب كمان فيني اقول بهرب من وجعة الراس، بهرب من الترابلز اللي ممكن انا واجههم، لانه لما نحكي مع فورد ونحكي بالكواليتي تبع فورد والباك اب تبع فورد اللي عم بيكون موجود لزبوناتها بكل العالم، هذا هو اللي عم بيكون باسكيب. عم بيكون انت عم تطلع من كل المشاكل لحتى تفوت مع براند تكون جاهزه لحتى تكون مأمنت لك كل شيء، خاصه بهالسياره اللي هي سمول سايز، عم نحكي اس يو في اللي بيسوقها واللي بجربها، ونحن كل بهالحلقه عم ندعي لحتى اكبر عدد ممكن يعمل تجربة على السياره تيقدر يعرف عن شو عم نحكي. اكيد فورد ما بدها دعايه، بس نحن عم نقول نحن موجودين بلبنان مع فورد لحتى نكون عم نخليها دائما بالطليعه. هلا صارت تحت ظلت AMB، يعني اكيد كمان كل شيء رح يتغير بهالموضوع من ناحيه السيرفيس وغيرها من الامور. اهم شيء السيرفيس عندنا جورج، نحن لما نحكي 12000 متر مربع سيرفيس سنتر عم بيكون في عندك سبير بارتس موجود بقلبه، عم بيكون مأمن دائما، صار افيلبل دائما كل سبير بارتس، عم نحكي بارخص اسعار بالسوق لحتى تكون بمتناول الجميع. اليوم عم نحكي مع السيرفيس سنتر تبعنا، عم بيكون في عندنا ما في مواعيد مثل ما بقولوا لحتى تجي وتكون انت مزعوج، بالعكس كل العالم موجوده بخدمه مسهل لحتى تكون انت مرتاح. والشوروم الجديد راح تكون الى جانب شوروم مازدا بجلد ديب، هي موجوده اوريدي الى جانب اكيد شوروم مازدا بجلد ديب على الاوتوستراد، هيدا اهون موقع لحتى كل العالم توصل له، وقريب كثير على السيرفيس سنتر اللي هو موجود بنهر الموت لحتى نكون هالموقعين هولي اكيد على الاكسات تبع كل الزبونات على بالنص. على خريطه لبنان بالنص. طوني رح ننتقل اكثر معك لداخل الفورد اسكيب، نتعرف عليه اكثر من جوا، واكيد بدنا نرجع نحكي بيرفورمانس لانه هالاس يو في كثير قوي واكيد فيه اوبشن كثير مهم رح نشوفها هلا خاصه من الداخل. تعالنا لداخل الفورد اسكيب، فعلا قاعده مريحه جدا أكيد. فخامه، جلد ستيتشينج بالابيض، تابلو اللي عندنا كمان هيك واسع كثير، ما بحس شيء هيك محصورين، يعني حتى الازاز الامامي كثير عريض، عندنا شاطئ فيزيون ممتاز جدا توني، عندنا كمان سبيس على العالي، هيد روم وكمان ليج روم اكيد. حلوه السياره من جوا، بتريح نفسيا عن جد، يعني اسكيب كثير ظابط اسمها للفورد. كمان اوبشنز كتار بالفولان للامام 100%. عم نشوف تاتش سكرين اللي هي سينك 3 موجوده لحتى تكون عم بتسهل اكثر واكثر وتكون عمليه اكثر للشخص اللي عم بيسوقها. رير فيو كام موجوده، عرفت عليك جورج، عندك فويس كماند، عم بيكون في عندنا كمان كل الانفو اللي تكون انت لازم تامنت لك للسواقه، كان قد عم تعمل بنزين طقس برا،
عم نحكي بحمايه اللي هي 7 ايرباجز اللي هي ني ايرباجز عم يكون موجوده حتى اكيد يعني الامريكان دائما بيشددوا على الحال على اللي هي من اقل السيارات يعني اللي موجودين بالسوق يعني بمعنى انه هي اكثر سياره موجود فيها الحمايه ما بتشوفها بكل السيارات دائما هدف الواحد انه تحمي الباسنجرز اللي بقلبها والفخامه موجوده ليذر ستيرنج اسفنج الجلد الكواليتي كثير مهمه مع فورد ما بيستغنوا عنها ابدا وهذا اللي نحن عم نركز عليه بالبراندات اللي نحن عم نكون مسؤولين عنهم بسوق لبنان لحتى تكون دائما الكواليتي هي نمبر 1 حلو كثير السبيس بين الفولان والازاز الامامي كمان بيريح مثل ما ذكرنا السايق خلال السويقه بيعطيها هيك بتوحي بالثقه وبالحمايه بحس حاله بعيد عن الانجن كومبارتمنت 100% وهودي مع فورد ستارت ستوب انجن الكترونيك باركينج بريك يعني كل الاوبشنز اللي نحن فيها بالسياره موجودين معنا كمان تولز صغار مهمين مكان للوينات يعني كل قصص صغيره كاب هولدرز بس بتنعز بحياتنا اليوميه لما نكون عم نسوق السياره الحلوه الفورد اسكيب رح نتابع حديثنا توني نحكي بيرفورمانس شغله كثير مهمه لانه السياره كثير قويه سياره الفورد اسكيب حديثنا عن الفورد اسكيب مستمر مع توني بنحكي اكيد بيرفورمانس وهون الموضوع المهم اكيد اهم شيء الانجن بالسياره نحن بهيك سياره عم نحكي اس يو في 4 سلندر 2 لتر مع ايكو بوست تيربو عم نحكي 242 هورس باور والاهم من هيك 342 حصان اكيد مش مسحه ابدا بنفس الوقت 366 نيوتن متر عم نحكي تورك هيدا اهم شيء بلبنان بجبال لبنان انت والسياره فول باسنجر عم تكون عم تحس حالك مرتاح والسواقه مرتاحه واهم من هيك عم تكون عم توفر بالبنزين عم تعطي بيرفورمانس احسن واحسن اكيد مع السيستم تيربو شو بده زبون اكثر من انه يكون هيك سياره بمتناول ايديه سياره اول ويل درايف بطبيعه الحال وشكل عن جد كتير اتراكتيف على الطريق وكمان اسعار كتير معقوله عم تكون اليوم 100% موجوده مع اي ام بي للفورد انا بدي بس شدد انه نحن اسعارنا مدروسه بطريقه كتير مهمه لتكون هالسياره بدنا نجرب نأمنها لكل الزبونات بلبنان مع فوائد واطيه جدا اللي نحن دائما معتمدين باي ان بي مشان هيك بندعي لكل العالم يشوفوا عم يشوفوا الحلقه لحتى يتوجهوا على صاله عرض فورد بنفس الوقت يستفيدوا من الفوائد الواطيه ومن الخدمه الفايف ستارز اللي نحن دائما بنوعد فيها انا بشكرك توني على وجودك معنا مبروك انضمام فورد لعائله اي ان بي بلاقيكم بكره بسياره جديده مثل العاده مشاهدينا الى اللقاء تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ورنسهل عليك بعد أكثر هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك